بانوراما اقتصادية، برنامج نوافيكم فيه بآخر المستجدات في الصحة الاقتصادية، ونخاطبكم بلغة الأرقام والمؤشرات على إذاعة بيجيد الإلكترونية. صوت الغيرة على الوطن، صوتكم حين يصل. رفقة شيماء علول. أسعد الله أوقاتكم متتبعين الأوفياء في بانوراما اقتصادية، والتي نخاطبكم فيها بلغة الأرقام والمؤشرات، ونبدأ بالعناوين. المغرب يحتل المرتبة 49 عالمياً في مجال التجارة الخارجية. المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعاً في أسعار النسيج. وفي نافذة الأسبوع سنناقش موضوع صناعة السيارات بالمغرب وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. التفاصيل بعد قليل. أهلا بكم. احتل المغرب المرتبة 49 عالميا والرتبة الثانية بإفريقيا بعد جزر الموريس حول مستوى تسهيل التجارة الخارجية، وذلك ضمن 136 دولة بالعالم شملها هذا التقرير. وتصدر المغرب دول شمال إفريقيا حسب التقرير الذي أصدره كل من المنتدى الاقتصادي العالمي والرابطة العالمية لتسهيل المبادلات حول مؤشر تمكين التجارة، والذي يصدر مرة كل سنتين، متقدما على تونس في مرتبتها 91، وعلى الجزائر في مرتبتها 121، ومتفوقا أيضا على جميع الدول الإفريقية الكبرى الأخرى. يذكر أن هذا المؤشر يقوم بمسح شبه شامل للاقتصاديات الوطنية، حيث يعتمد على 7 أساسيات هي كيفية الولوج للسوق الداخلية والدخول للأسواق الخارجية والضوابط الإدارية بالحدود والبنية التحتية للنقل وخدمات النقل وهياكل التكنولوجيا الحديثة والمحيط العملياتي. المندوبية السامية للتخطيط سجلت ارتفاعاً في أسعار كل من صناعة الملابس بـ 0.5% وصناعة النسيج بـ 0.3% والصناعة الكيماوية بـ 1.6%. وحسب مذكرة إخبارية، فقد سجل الرقم الاستذلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول ارتفاعاً بـ 0.2% خلال شهر أكتوبر 2016. أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء، فقد عرفت استقراراً خلال نفس الشهر. وفي نافذة الأسبوع سنناقش موضوع صناعة السيارات بالمغرب وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تحول المغرب إلى قطب ضخم لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، ساحباً البساط من تحت أرجل منافسيه في العالم العربي، متطلعاً إلى تحقيق قفزة نوعية تمكنه من رفع عدد السيارات المصنعة والمصدرة إلى الخارج. لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد بالجامعة المتعددة التخصصات عبد النبي أبو العرب. أستاذ عبد النبي أبو العرب، مرحبا بك. مرحبا أستاذ شيماء، شكرا على الاستضافة. مرحبا أستاذ. اليوم المغرب هو الأول في مجال صناعة السيارات على مستوى شمال إفريقيا والثاني على صعيد القارة. ما هي أفاق صناعة السيارات بالمغرب؟ وكم منصب من الشغل خلقت لحد الآن بالنسبة يعني لشركة رونو وبوجو سيتخوين الفرنسيتان بطنجة، خصوصا وأن الجمعية المغربية لصناعة السيارات صرحت قبل أسابيع في الدورة الخامسة لملتقى صناعة السيارات بطنجة بأنه سيتم توفير 175 ألف فرصة عمل سنة 2020؟ نعم، حقيقة قطاع السيارات بالمغرب هو اليوم مفخرة لهذه الحكومة، حكومة عبد الإله بلكيران الأولى، ونتمنى أن يكون كذلك الأمر بالنسبة للحكومة الثانية التي سيتم تشكيلها. هذا القطاع بطبيعة الحال لم يكن أحد ينتظر أن يتطور بهذه السرعة وبهذا الحجم الذي نشاهده اليوم.
في أفق 2020 كان قد تم تطوير أهداف يعني حق طبيعة الحال، كنا نهدف إلى تحقيق رقم معاملات 100 مليار درهم، وبطبيعة رقم غير مسبوق بالنسبة للمغرب كبلد يعيش تحولا اقتصاديا، وكان إلى يعني سنوات ماضية قريبة يفتقد إلى أي قطاع صناعي يعني واعد ومحترم. فالحمد لله المغرب اليوم يمكن أن يفتخر بأنه في أفق 2020 سيصبح أول بلد إفريقي من حيث صناعة السيارات. فالأهداف الطموحة التي تم تصويرها أي تحقيق رقم معاملات 100 مليار درهم في 2020 سيتم تجاوزها، وسيتم تحقيق رقم معاملات أقدره شخصيا ما بين 150 مليار درهم إلى 200 مليار درهم. نعم أستاذ. بالنظر إلى عديد من العوامل، أولها هي يعني الاستثمار الجديد الذي قدمت عليه شركة رونو في شمال المغرب من حيث خلق منظومة لصناعة كل أجزاء السيارات، وهو استثمار كبير أيضا بالنظر إلى حجم الاستثمار الأول الذي كان حجمه في مليار أورو. هذا القطاع الجديد لأنه بطبيعة الحال السيارات يتم تصنيعها، ولكن هي يتم تصنيعها بناء على كل أجزاء بطبيعة الحال التي يتم أيضا التي يجب توفيرها. فهذا الاستثمار الذي يمكن من فتح ما يسمى بقطاعات جديدة موازية ستمكن المغرب من مضاعفة قدرته التصديرية من هذه الأجزاء، ويأتي كل صناع السيارات في العالم إلى المغرب لشراء هذه الأجزاء، وبطبيعة الحال هذا القطاع الجديد سيوفر رقم معاملات في التصدير أيضا سيقارب 20 إلى 40 مليار درهم في أفق 2020-2022، إضافة إلى استثمار توجو سيتروين أيضا الذي سيبلغ صناعة 200 ألف سيارة و200 ألف محرك في أفق 2020. وبطبيعة الحال كل هذه الإنجازات ستضع المغرب لا محالة في اللائحة العشرية الأولى بين أكبر البلدان المصنعة عالميا للسيارة. نعم أستاذ عبد النبي أبو العرب، كيف ساهمت حكومة عبد الإله بن كيران في توفير مناخ ملائم للأعمال وتشجيع الاستثمار، خصوصا وأن البوادر الإيجابية تلوح في الأفق بتقدم المغرب مؤخرا في مؤشر الأعمال دوينغ بيزنس بسبع نقاط؟ كما قلت هذه إنجازات كلها تحسب للحكومة ولمجهوداتها في هذا القطاع، والمغرب اليوم هو بلد واعد في مجال الاستثمارات ليس فقط في قطاع السيارات ولكن في قطاعات متعددة، يأتي على رأسها قطاع الطائرات، قطاع السيارات الحال، وفي قطاع أيضا الطاقات المتجددة وقطاع الإلكترونيك إلى غير ذلك. فالمغرب واعي كل الوعي ومقتنع، وهناك إرادة سياسية غير مسبوقة في البلاد من أجل فتح المغرب أمام الاستثمار الخارجي، لأن الاستثمار هو قاطرة التنمية، وبدون استثمارات لا يمكن أن يكون هناك تشغيل، لا يمكن أن تكون هناك صناعة، لا يمكن أن يكون هناك نمو. بناء على هذه القناعة حكومة عبد الإله بن كيران منذ توليها تدبير الأمور في المغرب فعلت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي حرص السيد رئيس الحكومة على ترأسها شخصيا، وتمكن المغرب من القفز خلال الولاية الحكومية لعبد الإله بن كيران بحوالي 20 نقطة. كنا في المرتبة 87 بعد أن كنا في
2011 في المرتبة 95، واليوم نحن في المرتبة 68. بطبيعة الحال هذا إنجاز يجب أن نثق له، وهو حقيقة يعني إن بيرفورمانس فعالية كبيرة نجحت هذه الحكومة في تحقيقها، بالنظر إلى أن المغرب كان دائما يأتي في الترتيب وراء تونس، فاليوم المغرب هو أمام تونس وأمام العديد من البلدان يعني العربية. نحن اليوم يتم ترتيبنا الرابع عالميا إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ودول كالبحرين، ولكن نحن الأولون أفريقيا، وهذا شرف لهذه الحكومة، وأؤكد لكم أنه لم يكن من السهل أن نحقق هذا الإنجاز، ولكن الحمد لله بالمجهودات التي تم القيام بها في مجالات تسهيل الاستثمار، المصادر القانونية، الشباك الوحيد، عدد من الإجراءات التي تم حذفها، يعني كلها ساهمت في جعل مجال الأعمال في المغرب منفتحا، ونحن نستبشر بالمستقبل إن شاء الله، فستكون هذا الإنجاز وهذه الأرضية دعامة لتحقيق وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية بإذن الله. نعم، وحتى المجموعة البريطانية أكسفورد بيزنس أشادت بامتيازات التي يقدمها المغرب لمصنعي السيارات، فيما ما يخص التكلفة التنافسية لسوق الشغل والموقع الجغرافي والبنية التحتية الطرقية الجيدة والتي تمكن من التصدير بكل يسر وسهولة في اتجاه أوروبا الغربية والمنطقة المتوسطية. شكرا لك أستاذ عبد النبي أبو العرب. شكرا، مرحبا. إلى هنا نصل لختام نشرتنا الأسبوعية بانوراما اقتصادية، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله على إذاعتكم الرقمية بجدي راديو، صوت الغيرة على الوطن، صوتكم حين يصل. كونوا في الموعد. كانت معكم شيماء علول من وراء الميكروفون، وفي الإخراج إبراهيم مساعد. في أمان الله.